بسم الله برنامج اسمه فايند دوبليكيت فايلز، ده بشوف ايه الملفات اللي متكررة عندي على الجهاز بنفس الاسم بنفس المساحة بنفس كل حاجة ويجيبهم لي بحيث ان انا الغي واحد فيهم. تمام، بكل بساطة بتقول سيرش هتلاقي الرابط اسفل الفيديو، فبيبدأ يفحص الكمبيوتر بتاعك، وبعد كده لو في ملفات متكررة بيجيبها لك، يقول لك خلي بالك في هنا الملف دوت بنفس الاسم بنفس كل حاجة موجود مرتين او ثلاثة او اربعة على الجهاز عندك، فبتعمل سيلكت على واحد على اللي حاسس ان هو مش محتاجه وتقول له ديليت، فبتوفر مساحة من غير ما تخسر اي معلومات مهمة. تمام، هو بياخد وقت بس في الفحص.